انا اسمي دكتوره مروه صلاح، مدرس كلينيكال باثولوجي في القصر العيني، تخصص هيماتولوجي. برحب بيكم اولا في النقابه. انا عضو مجلس النقابه والنقابه العامه عن منطقه القاهره، وبرحب بيكم في نقابتكم، بقول لكم اهلا وسهلا، واحنا نحب ان احنا نشوفكم دايما في النقابه. يعني النقابه دورها بالنسبه للدكاتره زي دور الام لاولادها، فاحنا دايما عايزينكم تبقوا تتشاركوا معانا في الانشطه، اللي ليه تعليق على حاجه، اللي ليه مشاركه باكتيفيتي او بتطوع، عمل تطوعي، فاحنا نحب ان احنا دايما تبقى تربطكم بالنقابه علاقه وطيده، نحب نشوفكم دايما. فاهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله هنتعرف على المين هيماتولوجيكال تيست او اللاب تيست الاساسيه اللي انا هتعامل بيها مع البيشنت. اوكي، عايزة بس مشاركة كده، ايه رأيكم في الصورة دي؟ حد يقدر يطلع لي كده ثلاث اخطاء في الصورة اللي قدامنا دي؟ صعب؟ ما اطفال بيلعبوا في المعمل؟ حد شايف حاجة غلط؟ مش لابسين جلاف؟ نمرة واحد مش لابسين جلاف صح؟ صح، يبقى نمرة واحد الجلاف، نمرة اثنين ايه؟ البلاد اللي واقع ده صح؟ في ناس كده ينفع يبقى انا بتعامل في معمل وفي بلاد مبلدق ومغرق الدنيا كده؟ طيب نمرة ثلاثة ايه؟ المكان فوضى صح؟ ينفع؟ شكل المعمل كده، هل هو كده شكله مريح؟ فهي في بوينت كده اتنشن، واحنا بنتعامل مع contaminated material تخص العيانين، انتوا هيطلب منكم كتير قوي تسحبوا عينات وتوصلوا عينات وتجيبوا اكياس دم وحاجات كده، الحاجات دي واحنا بنعملها لازم نراعي مبادئ الانفكشن كنترول، الانفكشن كنترول ميجر. يعني تأكيدا على النقطة اللي قالها دكتور خالد قبلي، انه الطبيب ممكن يكون هو سبب نقل الانفكشن من مريض لمريض صح؟ فمبدئيا لازم ابقى اراعي الانفكشن كنترول ميجرز، وعشان اراعيها لازم اعرفها في الاول، يبقى دي من الحاجات الاساسية اللي لازم اتعلمها في بداية حياتي العملية مع البيشنت، ان انا ابقى على درايه بالانفكشن كنترول ميجرز الاساسيه، طريقه الهاند ووشنج، ان انا مثلا هاخد عينه من بيشنت وانا لابسه جلاف، ما ينفعش اتنقل البيشنت اللي جنبه وانا بنفس الجلاف، ما ينفعش الجلاف اللي انا اخش بيه على العيان يبقى فيه اثار لدم او اي بادي فلويد من بيشنت قبله. ده مبدئيا ان انا لازم البس جلاف. اوكي، وتشينج ذا جلافز فروم بيشنت تو بيشنت اند واش يور هاندز فروم بيشنت تو بيشنت. اوكي، وطريقه الهاند واشنج ازاي، ومش بس انا اللي عاملها ده، انا انبه على النيرسز اللي معايا وكل الستاف اللي بيتعاملوا مع البيشنت بالانفكشن كنترول ميجرز. اوكي، تاني حاجه ديسبوزل اوف ويست، يعني السرنجات والانابيب والحاجات دي انا اتعامل معاها ازاي، ازاي اشيلها وازاي انقلها من الاسم للمعمل، او اوديها مثلا من حته لحته. احنا مش يعني احنا بنعمل الحاجات دي كلها ولي بنفس رحبه، ان انا هاخد العينه واروح بيها المعمل ما فيهاش حاجه، بس المهم الواي اوف ترانسميشن تبقى كويس. اوكي، هروح اجيب له مثلا كيس دم من بنك الدم، مثلا عايز سرنجه، ينفع السرنجة بحطها في جيبي؟ ودي حاجة حصلت لي أنا شخصيا، إن أنا وأنا رايحة بنك الدم اتشكيت من عينة من بيشنت عنده هيباتيتس، فطبعا جالي رعب وهلع، ما كنتش مطعمة، رحت جريت بقى خدت التطعيم. فاحنا اللي مش مطعم يطعم، لأن احنا داخلين على معاملة مع بيشنت، ويعني كتير منهم عندهم هيباتيتس،
اوكي ده بالنسبه للنرسي. بالنسبه طبعا لان انا علق من بيشنت لبيشنت تيك كير. اوكي طيب ده المظهر الجميل للدكتور لابس بلطو وجلاس ولو انا بتعامل مع حاجات فيها فليز او كده ابقى لابسه الجوجل ولو في اي مصدر للراديشن ابقى عامله اللي هو اللي بيقيس المقياس الراديشن. اوكي وبرده نقطه ثانيه يعني دي حاجه بقى في الايثكس بتاعتنا المكان بتاعي والمظهر بتاعي لازم يعني يبقى لائق بطبيب. الحاجات دي بتدي امبريشن عند البيشنت مهم قوي. دخل لقى زي منظر المعنى اللي احنا شفناه كده الدنيا منعكشه، العياده منعكشه، مكتب الدكتور منعكش، الحاجات دي ليها فيري باد افكت على البيشنت. اوكي؟ والمظهر يعني اكون مثلا وانا بتعامل مع البيشنت اكون لابسه بلطو، وبالذات اللي هيبقوا في معمل او اللي هيبقوا في مش بس بلطو يعني اللبس يناسب المكان اللي انا فيه. خلاص لو انا في emergency unit لو انا في اوضه عمليات او في كشك الولاده كل مكان ليه اللبس الخاص بتاعه. اوكي طيب بالنسبه للكلينيكال باثولوجي احنا طبعا ما فيش دكتور مش بيتعامل مع المعمل فبيبقى فيه لينك وتواصل طول الوقت مع جميع التخصصات تقريبا. احنا تخصصنا ينقسم الى فور برانشز كلينيكال باثولوجي، عندنا اربع معامل. المعنى الاولاني مايكروبيولوجي وده هتعامل معاه لما اكون هطلب عينه تتعلق ببكتيريولوجي يعني عايز اعمل مزارع، عايز اعمل العيان عنده انفكشن، عايز ابعت تحليل هو مثلا بادي فلويدز او حاجه عملها اسبريشن، عايز اعرف ايه نوع الاورجانيز هبعته المعمل البكتيريولوجي. اوكي يبقى بكتيريولوجي باراسيتولوجي اند مايكولوجي ده تبع معمل مايكروبيولوجي. طيب معمل الاميونولوجي اند بيولوجي ده اللي هو بيتعلق بكل ما في انتيجين انتي بود. خلاص تشخيص مثلا اوتو ايميون ديس اوردر عايز اعرف الانتي دي ان اي او انتي نيوكلير هيباتايتس عايز اعرف الانتي بوديز اللي عنده يبقى ده هبعتها لمعمل الايمونولوجي. الكلينيكال كيمستري ده ذا موست كومن يعني المعمل اللي بتعامل معاه اللي هو كل اللي هو عباره عن اناليسيس اوف بودي كومبوننتس بلاد كومبوننتس انزيمولوجي توكسيكولوجي اند اندوكرينولوجي. يعني ايه هل هعمل وظائف الكبد وظائف الكلى اليورين اناليسيس الحاجات اللي هي فيري كومنلي ريكومندد. اوكي معمل الهيماتولوجي ده اللي هو كل ما يتعلق بالدم يعني سي بي سي اي اس ار بون مارو ريتيكيوليتيك كاونت الكو اجيليشن بروفايل بي سي بي سي سي الحاجات دي هبعتها لمعمل امراض الدم. اوكي بالنسبه للريكوست طبعا الطبيب هو اللي بيكتب الريكوست اللي رايح المعمل. خلاص فانا اولا ما تكتبش النيرس هي اللي تكتب الريكوست. في دكاتره يمضي بس كده يبقى سايب للنيرس ريكوست ممضي بحيث ان هي تملاه وتوديه على المعمل على طول. يعني this is wrong. I should write the request انا بنفسي عشان انا يهمني معلومات انا جاي لي عينه من البيشنت. فمهم قوي العينه دي تبقى الريكوست يبقى واضح فيه اسم العيان ثلاثي، واضح فيه التشخيص، واضح فيه لو في بوينت انا عايزه اعرفها عنده كلينيكال داتا اساسيه. تشخيص العيان عنده مثلا هيباتوماجلي بريموماجلي الحاجات دي يفضل انها تتكتب في ريكوست. يبقى الريكوست لازم يبقى فيه شويه ايدنتيفايز معينه. الايدنتيفايز دي الفول نيم اللي هو فور نيم اند سير نيم وهبطة النمبر اند ديت اوف بيرث. خلاص يو ماست اولسو سبلاي ريليفنت كلينيكال ديتيلز. اوكي واحد انا باعت له مثلا ريكوست بون مارو اسبرت الريكوست ده غالبا الدكتور هو بيجي بنفسه
عشان يبقى فيه كده نيجوشيشن. طب انا اطلب له الطلب ليه؟ طب هو عنده ايه كلينيكال داتا نستفيد؟ خلاص كلينيكال ديتيل، نيم اوف ذا ريسبونسبل كلينيشن والادرس اند بوست كود اند تليفون نمبر اوف ذا بيشنت اند لوكيشن. خلاص الحاجات دي طبعا مش بنلاقيها روتين دي في مصر، فاحنا نعرف المفروض يكون ايه ونحاول نوصل له. طيب البيزك هيماتولوجيكال تيست بتاعتنا اللي احنا بنتعامل معاها من واحد سي بي سي وريتيكولوسيتك كاونت اي اس ار ايرون بروفايل هيموليتك بروفايل كواجيليشن بروفايل بون مارو اكزامينيشن بلاد جروبينج اند ماتشنج وموليكولار تكنيكس. طيب نبتدي ناخد واحد واحد كده. السي بي سي الاندكيشنز بتاعته ايه؟ هطلب امتى للعيان سي بي سي؟ انا انصحكم ان احنا دايما نطلب سي بي سي حتى لو واحد نورمال بعمل له فولو اب. انا حتى لما انا بني ادم نورمال وبعمل لنفسي كده فولو اب بين الحين والاخر اعمل سي بي سي، بيبين حاجات ممكن تكون بعيده خالص عن الخاطر عن الخاطر بتاعي. وانا اذكر في مره من المرات احنا كان في عيان كان عنده اظن ثراسك ماس كده وافتكروه كانسر وحطوه في الاي سي يو وقعدوا يدوروا الكانسر ده ايه وايماجينج كده وتعطل شويه السي بي سي، متاخر شويه طلبه. مجرد ما عملنا له السي بي سي طلع ان هو عنده اكيد لوكيميا. فالدنيا نورت. يبقى احيانا السي بي سي ده بيبقى فيه حاجات خاطئه عن ذهني مش جايه لي. فدايما نطلب دايما نطلب عيان ليفر عيان رينال عيان عنده دايرية عنده اي حاجة يبقى اطلب له على طول سي بي سي. خلاص ده اذا كان مش باين عليه تالر. اما اذا هو عليه شكل كده بيل وفي عنده مانيفستيشنز يبقى انيميا بقى ديفينتلي يعني. طيب الريتكس ريتيكولوسيتك كاونت ده برضه من التست المهم قوي ان احنا نبقى عارفين هو عبارة عن ايه واطلبه امتى. هو اللي هو اسمه ترجمته بالعربي الخلايا الشبكيه. ده عباره عن ايه؟ الريتيكولوسايتس ار ذا ايماتشور ار بي تيز اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في البريفيرال بلاد. طب هي ايه فايدتها؟ انا ليه عايزه اعرف البرسنت بتاع الريتيكولوسايتس كام؟ ده التست اللي اقدر استشف بيه هل المصنع شغال ولا مش شغال؟ هو ايه المصنع بتاع الريتيكولوسايتس؟ البون مارو. بوم مارو يبقى بوم مارو حاجه جميله جدا ان انا اقدر اشوف كده هو بوم مارو شغال ولا لا بالريتكس. خلاص وبعدين الريتكس ده يعني حاجه كده جايد لاين تيست. انا عملت سي بي سي لقيت مثلا في خلايا قليله مثلا انيميا بانسايتوبينيا تاني حاجه تاني لاين على طول الريتكس. الريتكس هيوديني في سكك يا اما هيوديني في سكك المصنع مش شغال يا اما يوديني فكره ان البوم مارو ده كويس اطمئن. اوكي؟ طيب الاي اس ار از انان سبيسيفيك تيست بتطلب في حاجات كتير جدا هنتكلم عليه بعدين. ايرون بروفايل وهيموليتيك بروفايل مرتبطين ان البيشن ده عنده انيميا يبقى مرتبطين بالسي بي سي. خلاص هنجو ديب شويه في الانيميا دلوقتي. طيب كواجيليشن بروفايل اللي هو ايه ده فور اسسمنت اوف بليدنج لو العيان ده عنده بليدنج او انا عايز اعرف الكوز اوف بليدنج عنده بليدنج او ثرومبوز ماشي اطمن على الكواجليشن فاكتورز عنده. بون مارو زي ما قلنا هو ده المصنع بقى اند ات از يعني ليتل بيت انفيسيف يعني انا بخش بابره تخينه كده فما بيطلبش كفيرست لاين دايما بطلبه سكند لاين. يعني انا لقيت حاجه في البريفيرال بلاد عايزه اطمن على المصنع جوه يبقى ايه نطلب البون مارو اكزامينشن. وده برضو بيبقى عايز لينك شويه مع الهيماتولوجيست. يعني انا ككلينيشن عايزه اعمل بون مارو ما ينفعش اكتبها في ريكوست كده وابعتها للمعمل اعملوا لي بون مارو، لا دي بتحتاج اتصال بالمعمل واقول لهم ان انا محتاج اعرف البون مارو بيكتشر بتاعه البيشنت عشان هو عنده كذا كذا كذا. خلاص طبعا بنحتاج البيشنت دي مش بتتاخد في السرير يعني دي المعمل البيشنت هو اللي بيروح بنفس المعمل وليها بريكوشنز اند بروسيجر. اوكي بون مارو اكزامينشن باشنال بون مارو اسبريت اند بايوبسي. طيب بلاد جروبينج اند ماتشنج لو الامر هيتعلق بال بلاد ترانسفيوجنز موليكيولار تكنيكس
اللي هي بقى ايه يعني زي البي سي ار السيتوجيناتكس حاجات اللي هي عاليه شويه وغاليه شويه. اوكي بالنسبه لنا في الهيماتولوجيكال مالجنسي يعني المفروض انها تبقى اسينشال لان احنا يعني وي ار جوينج في سكه ان احنا يبقى تقسيم الهيماتولوجيكال مالجنسي يبقى اكوردنج تو ذا موليكيولر الموليكيولر باثوجينيسيس بتاعها. طيب انا بشوف برضو ان احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين الاناديب بتاعتنا شكلها ايه اللي احنا هنبعتها. ابقى واخده بالي ان في اناديب تخص السي بي سي وفي اناديب تخص الكواجيليشن بروفايل وغير بعض بس مينلي كده مينلي في الانبوبه اللي هي بتبقى بوتل لونها بنفسجي ودايما نحاول نستخدم فاكيتينرز يعني احاول المكان اللي انا فيه ان هو يكون فيه اللي هي الفاكيتينرز عشان هي بتبقى ستيرايل. اوكي التيوبز وذ بيربل كفر بيبقى فيهم اديتا بستخدمهم للسي بي سي لو عايزه فيلم اشوف مثلا فيلم فور ديفرنشال ساوند او فور ملاريا او كده احط في الاناديب دي. لو الريتكس او اي اس ار كل دول بيغطى البنفسجي. بالنسبه للكواجيليشن بروفايل تبقى الانبوبه اللي غطاها ازرق. اوكي في انبوبه غطاها اسود دي اللي هي بتاعه الاي اس ار. اوكي مهم ان كيب ان مايند ان اختلاف التحاليل هيختلف مع الانابيب اللي انا هبعتها هما مش كلهم في نفس الانبوبه في انابيب بتاعه البي تي انابيب السي بي تي انابيب للاي اس ار وفي اللي غطاها احمر دي اللي هي كل ما يتعلق بالكيمستري بقى اللي هي الليفر فانكشنز كيدني فانكشنز بحطها في انبوبه حمراء اللي هي هتبقى سيرم هتتجلط. اوكي طيب نبتدي كده في السي بي سي. طبعا انتوا هيطلب منكم كتير جدا ان انا اقرا ريبورت خلاص يعني متنوعه هلاقيها مرات سي بي سي مرات كيمستري كلينيكال كيمستري بروفايل او اي حاجه. طيب السي بي سي اول ما ابص فيه عيني هتقع على ايه؟ هو هلاقيه شويه ارقام. احنا بقى احنا شغلتنا ان احنا نترجم الارقام دي في الكومنت بتاعي هكتبه لك في جمل ما معنى الارقام دي ايه اللي فيها زايد وايه اللي فيها ناقص هترجمه لك في صوره جمل ولو في كونكلوجن مهم انا بكتبه في كونكلوجن واضح كده في اخر السي بي سي. اوكي طيب لا احنا هيجي لنا ارقام كده بس مثلا انا في السي بي سي اللي هو كومبليت بلاد تايب ويز ديفرنشال او ويزاوت ديفرنشال. طيب ال with differential هو ال CBC فيه 3 parameters ال parameters of the red cell RBC parameters white disease parameters and platelets هي دي الخلايا اللي موجودة في البلاد. أبص على إيه أول حاجة؟ أبص على ال RBC parameters اللي هي الهيموجلوبين وإخواته. إيه الهيموجلوبين وإخواته؟ الهيموجلوبين مرتبط بيه على طول ال MCV وال MCH يعني بص على الهيموجلوبين MCV MCH. اوكي نورمال رينجز بتاعت الهيموجلوبين عندنا كام؟ اظن دي حاجه المفروض ابقى حافظاها. الهيموجلوبين في البين من 14 ل 18 ننقصها جرام كده عشان احنا هنا في مصر ما فيش الارقام العاليه دي فاحنا نورمالي الميل 13 من 13 ل 16 او ل 17 الفيميل اقل بجرام من 12 ل 16. اوكي الارقام دي تتحفظ الميل من 13 والفيميل من 12 اقل من كده يبقى البيشنت ده انيميك عنده انيميا. لقيتها اقل يهمني قوي اعرف بقى ايه الام سي في والام سي اتش اللي هما مين سيل فوليوم او مين كورباسكولر فوليوم او مين كورباسكولر هيموجلوبين لان دول اللي هيمشوني في سكه التحليل اللي انا هطلبه بعد. يعني عنده انيميا نوعها ايه؟ مايكروسيتك هايبوكرامك همشي بسكة. طب هي مايكروسيتك يبقى همشي بسكة تانية. اوكي طيب يبقى اول حاجة ببص على الريد سيل واخواتها. طيب تاني بارامتر الوايت سيل مش هقول اخواتها بقى هقول الوايت سيل وولادها الوايت ديسيز اللي هو التوتال ليكوسيتك كاونت نورمالي من 4000 ل 11000. طب مين ولادها بقى اللي هم الديفرنشال كاونت اللي هم عباره عن ايه الليكوسايتس دول الوايت سيلز دول عباره عن ايه؟
نورمالي في البريفيرال بلاد بيبقى عندنا 6 انواع خلايا: نيتروفيلز، ليمفوسايتس، مونوسايتس، ايزينوفيلز اند بيزوفيلز. هما 5 انواع. النيتروفيلز اكشولي ار ديفايدد انتو سيجمنت وستيف، هما نفس العيله سيجمنت وستيف. يعني هلاقي الريبورت بتاعي فيه 6 خلايا: بيزو، ايزو، وستيف وسيجمنت وليمفو مونو. اوكي، ابص على التوتال لقيته واطي او عالي، هشوف بقى ايه هو ايه اللي موطيه او معليه، انهي population في دول اللي واطي او عالي. خلاص. طيب البارامتر اللي بعد كده البليتلت نورمالي من 150,000 ل 450,000. لو واطية هيبقى patient عنده thrombocytopenia، لو عالية هيبقى عنده thrombocytosis. اوكي. طيب سؤال كده، الارقام دي لو انا لقيت فيها abnormalities هترجمها ازاي؟ لقيت حاجة عالية او لقيت حاجة واطية هترجمها ازاي؟ لقيت مثلا leukocytosis، طب ايه معنى leukocytosis؟ لقيت erythrocytosis، لقيت الRBCs عالية جدا، لقيت البليتلت عالية جدا، thrombocytosis. يبقى انا هقول للعيان ايه؟ الاول اللي يجي بذهني دايما ما يبقاش المالجنسي. يعني انا عايز اقول لكم المالجنسي بتعمل increased count او decreased count. يعني هتعمل لي مثلا thrombocytosis او thrombocytopenia، erythrocytosis او anemia، leukocytosis او leukopenia. ممكن افكر في hematological malignancy او systemic malignancy، بس مش دي اول حاجة افكر فيها خالص. يعني ما يجيلي عيان التوتال leukocytic count بتاعه 100,000 مثلا، ده اعلى من النورمال بكتير قوي، بلاش افكر في اللوكيميا دلوقتي، ما يبقاش هو ده التفكير اللي يجيلي. لا، خليني افكر في reactive conditions. reactive conditions هي مش من اسباب leukocytosis infection، سواء bacterial او viral infection. يبقى I should exclude first the reactive conditions. خلاص. طيب نبتدي بالـ RBC parameters اللي هي قلنا الهيموجلوبين واخواته. مين اخواته؟ MCV و MCH. اول حاجة بص عليه هيموجلوبين، MCV، MCH. طيب لقيت هيموجلوبين واطي، دي معناها patient is anemic. طيب ارتب تفكيري ازاي؟ عنده انيميا، عايز اشخص الانيميا عشان اعالجها. هعمل ايه؟ التست اللي بعد السي بي سي على طول اسمه الريتكس، بعمل له ريتكس، ويا ريت الاثنين مع بعض، يعني سي بي سي وريتكس. ها؟ الريتكس زي ما اتفقنا ده اللي بيشوف لي المصنع اخضره ايه. الريتكس عالي يبقى المصنع شغال، يبقى في مشكله بره. الار بي سي بتتولد بس بتموت بره، بتموت بقى بتتكسر، في نزيف، في حاجه بتموت الار بي سي دي بدري، فمخليه البون مارو يشتغل اكتر ومعليه الريتيكوليتيك كاونت. طيب الريتكس واطي يبقى مشكله في المصنع، برضه المصنع ما بيصنعش، يبقى في decreased production. يبقى ايه؟ يبقى نشوف بقى، نخش على المصنع ونشوف ممكن احتاج بقى البون مارو اسبرس في الحالات دي. يبقى ان في الكوزز اوف انيميا ايذر increased RBC destruction بهيموليسيس او هيمرج، يا اما decreased RBC production، دي اسبابها كتير جدا: vitamin deficiency، marrow suppression، infiltration، myelodysplasia او hemoglobin disorders، chronic renal او liver disorders. طيب بالنسبه بقى احنا اتفقنا الكلو بتاعي، ان هو الكلو بتاعي هو الانديسز الام سي في مع الام سي اتش. طيب لقيتها ام سي في وام سي اتش واطي، يبقى همشي في سكه الهايبوكرون مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا، دي سببها نمرة واحد ايرون ديفيشنسي. نمرة واحد ايرون ديفيشنسي it is the most common cause of microcytic hypochromic anemia. دي موجودة في قطاع كبير جدا جدا من البيشنس، وخصوصا الفيميل بيشنس، لان هم عندهم بليدنج اكتر. طيب ايرون ديفيشنسي ما بيجيش الا، او مش عايزة استثني كده، it is mainly due to bleeding. يعني في loss، في ايرون loss. المفروض ان انا كبني ادم بحتفظ بالايرون بتاعي، عندي ايرون بول انا بحتفظ بيه، ما يجيليش ايرون ديفيشنسي انيميا الا لو في ايرون بيفقد.
هيفقد في صورة bleeding. اوكي يبقى هو مش ممكن يكون انا في decrease intake يعني dietary deficiency يعني it is minimal, بتبقى minimal لان انا مفروض ان انا جسمي بتاعي مفروض يحتفظ بالايرون بتاعي efficiently. لو انا عندي iron deficiency anemia يبقى probably most probably it is due to bleeding. وحتى لو انا مش شايفه البليدنج ده اجي اسال العيان طب انت في اي مثلا اتستاكسس ملينا هيماتوريا هيماتوسيس هيماتوسيس يقول لي لا انا ما عنديش نزيف خالص ما بنزفش من اي حته. طيب وفكرت في فكره هقول له اعمل لي ايرون بروفايل. اوكي طيب it is iron deficiency anemia وانا عمالة عالجه واديله iron oral iron parenteral iron ما بيتحسنش خالص يبقى في definitely في some source of bleeding انا مش شايفاه اطلب منه يعمل occult blood instills. اوكي في patients بحاجات major even cancer colon والpresentation بتاعهم بيبقى just microcytic hypochromic anemia ومفيش frank bleeding مفيش ملينة ما بتتعرفش الا لما بعمل له اوكل بلادين ستول. خلاص يبقى سكه الماكروسيتك هايبوكرونيك انيميا افكر اكتر في ايرون ديفيشنسي اطلب ايرون بروفايل لقيت واطي هكتب له ايرون ثيرابي ما لقيتوش لقيته نورمال او كده يبقى هوصل في سبب اخر. ايه اسباب اخرى لماكروسيتك هايبوكرونيك انيميا برضو very common cause هو انيميا اوف كرونيك ديزيز احنا عندنا كتير قوي hepatic patients renal patients يبقى هيبريزنت with microcytic hypochromic anemia. خلاص يبقى اعمل له good assessment. طيب وايه كمان ثلاسيميا يبقى اشهر ثلاث اسباب microcytic hypochromic anemia iron deficiency anemia ثلاسيميا anemia of chronic disease. طيب خلاص الام سي في والام سي الام سي في عالي يعني ماكروسايتوزس ماكروسيتك انيميا ماكروسيتك انيميا يفكر على طول في بي 12 وفوليت ديفيشنسي يعني لقيت الام سي في عالي ايه ده ممكن يبقى فيتامين ديفيشنسي وخصوصا لو هي معاها بان سايتوبينيا التوب ايزوليتد انيميا في عندي ثرومبوسايتوبينيا اند ليوكوبينيا يبقى ايه هفكر في بي 12 في يطلب سيرم بي 12 وفوليت والمور كومن عندنا احنا لسه بنطلبه بومر واسبرت يبقى التشخيص اللي بعد السي بي سي والريتكس في المجال البلاستيك بومر واسبرت ولو معنا في سيرم بي 12 وفوليت اطلب له برضه سيرم بي 12 وفوليت and the therapy is very easy انا هديله بس فيتامين الصوره هتتحسن. خلاص طيب نورموسيتك نورموكرومك هفكر في الاذر كوزز اللي هي بقى لو الريتكس عالي يبقى فيه هامرج هيموليسيس لو الريتكس از نورمال يبقى او نورمال او واطي يبقى فكر بقى انها تكون مثلا انيميا اوف كرونيك ديزيز انفكشن رينال ديزيز اي حاجه ثانيه. ماشي المين ساينز كده اوف ايرون ديفيشنسي انيميا ما بشوفهاش هي مينلي بالور مينلي بالور بيبقى فيه شويه ابيثيريال تشينجز بس ليه ليت يعني ان انا الاقي ستوماتايتس او البريتل نيز دي حاجه فيري ليت في الايرون ديفيشنسي انيميا لا انا مش هشوف العيان كده انا هشوفه بين وهعمل له تحليل الاقي مايكروسيتك هايبوكرونيك انيميا وهعمل له بعد كده ايه ايرون بروفايل غالبا بيتشخص عند الايرون بروفايل يبقى افكر في الايرون ديفيشنسي انيميا. مجاله بلاستيك انيميا البيكتشر بتاعتها بتبقى اجريسيف قوي عنده بان سايتوبينيا وعنده الـ يعني نيورولوجيكال سيمبتومز فيري بيل وغالبا بتيجي في الميدل ايج. يبقى دي لما بنعمل بومر ونلاقيها مجاله بلاستيك الدنيا بتنور لانها التريتمنت بتاعتها فيري ايزي بياخد فيتامين ويتحسن. اما ايفن الكلينيشنز بيبقوا مفكرين في حاجات مالجنسز يعني ايه ده عنده لوكيميا عنده انفلتريشن للبومر لما بنلاقيها بقى مجاله بلاستيك انيميا بتبقى حاجه يعني مبشره ومطمئنه. خلاص ما ننساش الجاندس وعلاقته بالانيميا يعني واحد انيميك وجاندس افكر على طول انه عنده هيموليسيس
انيميا وجوندس هيموليسيس. اطلب له بقى الريتيكولوسيتك كاونت واشوف الكوز اوف هيموليسيس. خلاص هعرفه بالهيموليتك بروفايل. طيب احنا مش هنكمل اكتر من كده بقى لان الوقت ازف. فانا يعني ارحب بيكم تاني واقول لكم اهلا بيكم ربنا معاكم. كلمة بس اخيرة ان احنا في بداية حياتنا العملية ان احنا عايزين نبقى تجار نوايا. يعني انا ببداية حياتي في بداية حياتي انا ان انا ابقى نافع لغيري، انفع لغيري، انفع البيشنس نمرة واحد، وانفع كمان اللي هيجي تحت ايدي واعلمه. يعني انا كل علم اتعلمه اعلمه لغيري، علم نافع. وانفع كمان البيشنت ان انا اقلل شويه الانفكشن زي ما اتفقنا، ان ما بقاش انا السورس اوف انفكشن للبيشنت. فنجدد النوايا وكل عمل نعمله سواء سجلت ماجستير سواء هروح اخد تريننج في مستشفى او كده لازم يبقى ليا فيه نيه صالحه. وربنا يوفقكم ان شاء الله.